سلسبيل ده هيجنني. اللي انا هلق. ايه ده راضي؟ كل ده اكل؟ ما عملتيش السندوتشات ليه؟ انا مش فاهم سلسبيل ما اتصلش بيا لغايه دلوقتي ليه؟ يمكن لسه ما وصلش القاهره. ما تتصل بيه يا كرم. ايه تقولي يا راضيه؟ انا اتصل بيه؟ انا كارت يا راضيه. رنله ويقفل. لا 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 لا، ايه الا سلسبيل ده صباع على الموبايل بيفتح على طول. طب ما يمكن عدى علينا في البنك بعد ما مشينا. لا لا لا، ما افتكرش. احنا قعدنا نتكلم في الشغل على امل انه يوصل. هو سلسبيل ده صاحبك من زمان يا بابا؟ ايوه راضي، من ابتدائي لحد ما اتخرجنا من الجامعه. ده اعز اصدقائي. انت هتبقى هلد اعدائي. من فضلكم دي مش طريقه تفاهم. كلامك يبقى مع اختي نانيس مش مع الاستاذ سلسبيل. اوكي انسه نانيس، انا عايزه شقتي. ممكن الو. اهلا اهلا سياده اللواء. هو جميل. اطمن سعادتك، وعايزك كمان تطمن الداخليه كلها. انا خلاص وصلت القاهره بالسلامه. يا سياده اللواء، انت خدماتك وخدمات الداخليه كلها مغرقاني. لواء؟ لواء ايه ده؟ نشال. ربنا يخليك يا سياده اللواء. وعملتوا ايه في قضية الاداب اياها؟ بصراحة المسألة زادت قوي، وانتوا كمان لازم تفتحوا عنيكم. ده في ناس بيبقى الحديد والكلبشات في ايديها وتهرب من العسكري. ايوة البنت اللي كانت ممسوكة في محطة سكة الحديد. هربت، انتوا عارفين انها هربت. سايبينها تمويه علشان توقعوا بقيه الشبكه. طيب سعادتك، مش ممكن تعلنوا عن مكافاه للي يدلكوا على مكانها؟ يا ابني انا كرم المعاطي. ماشي يا سياده اللواء، ماشي. لا لا، صحاب العماره؟ لا، دول ناس افاضل. بس ادعي لهم سعادتك، انت والعساكر اللي حواليك ادعي لهم ربنا يبعد عنهم المشبوهات. يا ماما جميل. ايوه، المشبوهات المؤذيات. منه لله سلسبيل عمال يكلمني كلام فارغ على ان لواء مش عايز يسمعني. حضرتك اترقيت يا بابا وبقيت لواء؟ يا ابني اترقى لواء ازاي وانا شغال في بنك؟ طب ما يمكن قال حكايه اللواء دي عشان يخوف حد قدامه. ايوه بس مش على حسابي. انت عارفه المكالمه دي خدت كام؟ 4 دقايق. عارفه دول بكام يا ست هانم؟ ب6 جنيه. الله يقطع اليوم اللي عرفتك فيه يا سلسبيل، ويقطع الصحوبيه ويقطع الزماله عشان تقطع من اوضي 6 جنيه. مفيش عشاء.